مرحبا، معكم أفنان. اليوم أحضر لكم مكرونة صدف بكفتة الدجاج اللي كنت حضرتها قبل هيك بفيديو سابق. هترك لكم رابط فيديو الدجاج أو كفتة الدجاج في صندوق الوصف وكمان فوق لتوصلوها بكل سهولة. وصفة اليوم كتير سهلة وكتير لذيذة، بتمنى تعجبكم. خلونا نبدأ مع بعض ونشوف شو رح نحتاج من مكونات لهاي الوصفة اللذيذة. تحضير هاي الوصفة هنحتاج مكرونة صدف، 4 حبات طماطم، 2 معلقة معجون طماطم، حبة بصل، فص ثوم، ملح وفلفل حسب الرغبة، وكفتة مقلية. أول شي هنعمله هنسلق المكرونة. أول شي حطيت مية غليتها تسخن، لما بدت تسخن وتغلي طفتلها الملح. بعد هيك هنضيف المكرونة وهنسلقها لمدة 5 دقايق بس. بعد هيك هنصفيها ونتركها على جنب. بعد هيك هنجيب الخلاط الكهربائي، هنحط فيه الطماطم، هنضيف لها المية طبعا، وهنعصرها لغاية ما تصير معنا عصير طماطم. هيك صارت جاهزة معنا. بعد هيك في طنجرة على النار هنحط الزيت النباتي وهنضيف له البصل. هنقلب البصل لغاية ما يبدأ يدبل شوي، هنضيف له فص الثوم المهروس وهنقلبهم مع بعض. لما ياخد البصل اللون الذهبي هنضيف له عصير الطماطم ومعلقتين من معجون الطماطم والملح والفلفل الأسود. طبعا إذا كان عصير الطماطم قليل زيدوا له مية. هنتركه على نار هادية، مش هادية كتير يعني، هتكون متوسطة لغاية ما يبدأ يغلي. أول ما يبدأ يغلي أو يطلع فقاعات بهذا الشكل هنضيف حبات الكفتة بهذا الشكل. وبعد هيك هنغطيه ونتركه على نار هادية لغاية ما يتسبك مع بعض. هياخد حوالي 10 دقايق. بعد ما تسبك مع بعضه بهذا الشكل هتلاقوا حجم او كمية الصلصة اللي حطيناها وكمية الصوص بدأت تقل، بكون هي هيك صارت جاهزة. بعد هيك هنضيف المكرونة. لما نضيف المكرونة هنتركها 3 دقايق، هنغطيها ونخلي المكرونة تتشرب الصوص كله وبس. هيك كانت وصفتنا لليوم، قدموها ساخنة وبالعافية عليكم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هاي الوصفة. بشكر متابعتكم إلي، أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.